جانبه قال المحلل السياسي حسين عبد العزيز في مقابلة مع روسيا اليوم إن الإفراج عن المعتقلين وبينهم المعتقلون السياسيون لا يساهم كثيرا في حل الأزمة السورية، كما أشار أيضا إلى أن مبادرة روسيا لعقد مؤتمر دولي حول سوريا لن تؤدي إلى أي نتائج إيجابية، لأن الدول الأعضاء لديها مواقفها المسبقة التي لن تغيرها نتيجة هذا المؤتمر. كيف تقرأ ما يجري في سوريا من أعمال عنف متكررة ومستمرة من تفجير سيارات وقنابل كان آخرها صباح الخميس تفجير سيارة في منطقة السيدة زينب؟ يعني تصاعد العنف في سوريا بشكل عام وفي دمشق بشكل خاص أمر متوقع منذ البداية. اختيار النظام للعنف والحل الأمني والحل العسكري كخيار استراتيجي لحل الأزمة في سوريا كان طبيعيا أن ينتهي بتزايد العنف من كل الأطراف. الآن النظام لا يريد أن يعترف بأن هناك أزمة سياسية في سوريا وأن هذه الأزمة يجب أن يكون حلولها عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية. هو اختار العنف، وبالتالي العنف يولد العنف، كل فعل له رد فعل موازي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. اليوم على الأرض الوضع معقد جدا، هناك قوات عسكرية، هناك أمن، هناك شبيحة موالية للنظام، بالطرف المقابل هناك ثوار حقيقيون لديهم قضية، ما بينهما هناك قطاع طرق ولصوص. المشهد في غاية التعقيد في سوريا، وبالتالي الخاسر هي الدولة السورية والشعب السوري. كلا الطرفين لا يريد أن يقدم حلول، والطرف الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى هو النظام لاختيارها العنف سبيلا وحيدا لحل الأزمة في سوريا. تتحدث عن الحلول السياسية، إطلاق سراح 233 معتقل يوم الخميس في سوريا، ألا يعتبر من ضمن الحلول السياسية التي تقوم بها الحكومة السورية؟ يعني هناك أكثر من 20,000 معتقل في سوريا، معظمهم معتقلين سياسيين إما بمظاهرات أو بعضهم بجنح عسكرية يقول النظام أنهم حملوا الأسلحة. يعني إطلاق سراح 200 هنا أو 500 هناك أو 1000 هناك، أعتقد هذه لا تقدم أي شيء. اليوم المشكلة الوحيدة في سوريا أن النظام يبادر إلى حلول من طرف واحد، لا يقوم بأي خطوات بالتنسيق مع الطرف الآخر وهو المعارضة السورية. أعتقد أن مثل هذه العمليات إفراج عن المعتقلين لا تقدم ولا يعني تؤدي إلى انفراج في المشهد السياسي في سوريا. هي خطوات أحادية من قبل النظام يريد أن يقول فيها للمجتمع الدولي، وهي رسالة موجهة للخارج وليس للداخل، أنني أنا أقوم بخطوات سياسية، والدليل على ذلك أنا أقبل بالحوار مع الطرف الآخر، أنا أطلق سراح بعض المعتقلين بين الفينة والأخرى، لكن هذه على أرض الواقع لن تقدم أي شيء. روسيا تسعى لمبادرة لإنقاذ خطة عنان تشترك فيها الدول الفاعلة في الملف السوري ذات العلاقة، وواشنطن ترفض اشتراك إيران في أي حوار يتعلق بالملف السوري. كيف تقرأ مستقبل هذه المبادرة؟ في تقديري المبادرة الروسية يعني لن يكتب لها النجاح لسبب بسيط، أن الأطراف كل الأطراف التي لديها موقف من أزمة في سوريا سواء المؤيدين للنظام أو المعارضين للنظام لديهم مواقف مسبقة، ولا دولة يعني هذا المؤتمر لن يدفع أي دولة من الدول إلى تغيير موقفها. إيران موقفها واضح من الأزمة السورية، روسيا موقفها واضح، الصين أيضا كذلك، الدول الأوروبية، الدول العربية، الولايات المتحدة، وبالتالي يعني هذا المؤتمر لن يدفع أي دولة أو طرف من الأطراف إلى تغيير موقفه. هو محاولة، أنا في تقديري هي محاولة تمرير الوقت. الروسي اليوم يتعرضون بعد مجزرة الحلية يتعرضون لضغوط كبيرة من قبل المجتمع الدولي لا سيما من أوروبا والولايات المتحدة. في تقديري هذا المؤتمر هو تكتيك وليس هدف استراتيجي، تكتيك لتمرير الوقت والقول للمجتمع الدولي أنني أنا كطرف روسي لا أدعم النظام لأنه حليف لي، وإنما لدي رؤية أنا للأزمة في عموم المنطقة، وبالتالي هذا المؤتمر قد يساهم في إيجاد مخرج ما ولو مؤقت يساهم في الحد من العنف داخل سوريا ويمهد الطريق إلى حوار سياسي بين المعارضة والنظام. لكن أعتقد أن هذا المؤتمر لن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية طالما أن جميع المواقف، جميع الأطراف لديها مواقف مسبقة ولا تقبل بالطرف الآخر.